انا كي نقول لك كي نقول لك الزواج راهو ما يكلفش دركا، صدقيني شفت بزاف حالات ما يكلفش، يتفاهم معاها يكونوا يخدموا، شفت بزاف حالات يوجدوا حويجات هكذا ويعلموا العائله ويتزوجوا، ما بقاش هذيك تاع انا نشد بنتي غير الا كان وفيت بالشروط وريهم لي انا صفطنو، ما بقاتش هذيك، ربما بقات عند القليل من الناس محافظين، والله ما بقات غير يلعبها الاب يلعبها، يقول للمراه خلي الطفله لا راهي الولد هذا اللي جاي ليها مليح وماليه مليح، اي نلعبوها نتشرطوا، بصح في الحقيقه اشري الراجل ما تشريش الماء ما تشريش الجهاز، وفي هذه الحمد لله العائلات كان اللي توعاو، بصح تروحي للخضم روحي للشباب تاعنا روحي للشباب كان اللي اصلا رافضين الزواج، راي امور ثوره ثوره وقعت في المجتمع تاعنا. شهرزاد رايك في هذا الموضوع؟ في اي موضوع اي نقطه بالذات في النقطه على الزواج الان الشرط وتكاليف تاع العرس صراحه انه بزاف تخلصوا من هذاك القيد نتاع لازم تدخلي في التقاليد ولازم يكون جهاز كيما هاك شنو العائله تهضر والناس تهضر ولازم تلبسي كذا وكذا ولازم ديري قوجه ماكله وتعرضي كاع الناس صراحه يعني تكلفي على نفسك من اول شيء تجي في روحك وتجي في روحها. انا مع الناس اللي تقول لك الحمد لله تخلصوا من هاد مقيد العادات اللي ما عندها حتى معنى. يا اختي عندك فرحي بروحك الله يسهل عليك، بصح ما عندكش ما تجيفيش روحك وتروحي تديني ولا والديك يدينوا ويقعدوا تتزوجي انت هما وخوتك من بعد كنا يسوفروا موراك ويقعدوا هما يخلصوا في الدين باش ذاك النهار الناس يقولوا باسكو ماشي من باليك الناس يقولوا داروا لها ولبسوها الناس حتى لو يقول لك ماك يهضروا فيك يهضروا فيك هضروا يهضروا تكون مليح للغير عيشي لعمرك هذيك اللي نشريها نديرها شحال من توني وانا نلبس خمسه سته انا في وقتي ولبستني ما بزاف مع اني كنت ضد الفكره هذه 19 عام كنت ضد فكره انه ما تجي في روحها ودير لي كاع هذوك لي توني اصرت لاني كنت البكريه والوالد تاعي توفى باش وثاني ولمت ما قلت لها ما درتيها للناس باش يقولوا باللي كانت في عوض الاب والام ودارت لبنتها وخرجت لها كان اللي يفضلوا يعطون اولادها البنت تعطي لبنتها باش دير رايت شري تعمر الدار في التلفزيون فراش كذا تدخل دار خاويه غير باش يقولوا باللي الناس دارت هذاك غير نهار ويفوت انت ضد انه المراه تلبس الخزانه انه تكلف على روحها شوف لبس الخزانه الى عندها نعاودها الى عندها وقدرت الله يسهل عليها رجعتوا كامل الكلام واش كنت نقول لا اسمح لي انا متفاهمين على هذه النقطه ايه اطلقوا الميكرو شويه تبين نقول لكم واحد الحاجه ما راكش عليا يا رشيد لا شوف هذا تاع الزواج حنا طاش نعلقوا على واقع مفروض لومانيتي اللي فات بور ايفولوي سيتادير باللي تعقل هذاك الوقت هكي كان وهذا الوقت هكي غادي يكون وكل شيء هذه ما تحكموش فيها احنا تتحكم فيها الانسانيه بتطورها التاريخ عنده سيروره هو خط سير البشريه كون لو فيو با هذه العادات سون تابلي ا ديسباري خط غير مستقيم مستقيم اعوج ما يهمش ليسونسييل كو الهضره اللي نهضروا فيها ماشي احنا غادي نبدلوا واقع نو واقع مفروض وحنا رانا نعلقوا عليه وبس سمعيني للاسف هذا الشيء اللي تحكي عليه ماشي كامل بصح كاين اللي مازال يكلفوا على روحهم سمحي لي راكم تشوفوا في لو موند في لوروب وكل شيء زواج كي داير شفنا تاع امريكان اللي حكى عليها حامد امنوني مش انا راني رشيد شفنا تاع امريكان اللي حكى عليها رشيد امني تاع امريكان هذاك الواقع اللي راكم تشوفوا في لو موند امنوني بون بالك راني غلط بصح جو سوي كونفينكي دو سكو جو دي نوصلوا له باسكو حنايا في العالم ما كاش حاجه اسمها الانسان والجزائري جزائري لي سبيسيال نو الجزائري سي ان اتر هومان داخل في لومانيتي كيفاه كيما تول مون سمحي لي لو بروبليم تاعنا حنايا سي كو حنايا دينا الاستقلال تاعنا صافي با لونطون حنا عندنا غير كلكو زاني عاد سنتيلي ودخلنا للمدينه غير ريسامون رانا نتاقل مع المدينه والمدينه عندها احكام الناس يخرجوا كاين الاختلاف تتمع من دا تسمع من دا انا دي قلتها لكم شحال من خطره حنا لي زالجيريان اون ان بروبليم كروسيال ما يخليناش نطلعوا وهو ان التركيبه تاع الشعب الجزائري متكونه من غير الجزائري وحده عايشين حنا دون لو كادر دو حنا في حنا سنتيلي لو كان تشوفي لي زيميغري تاعنا جزائريات وبنات اصل من تاعنا راهم عايشين لهيه راهم يتعاملوا مع ثقافات اخرى العقل تاعهم موسع عليها راهم هما ثاني يتمشوا باسكو الحمد لله
المشكل تاعنا رشيد حنا عبيد تقاليد. انا نفهمت غايه الغايه وعندك الحق. المشكل تاعنا واللي انا اعيبه على المجتمع تاعنا ويسامحوني كاع لما سمعوا فينا، حنا عبيد تقاليد صنعناها حنا. على شوفي على تقولوا حنا عندنا على المصريين والتوانسه واللي ما عندهمش تقاليد وعادات وفاتهم. يا خويا مانيش حكايه الاخرين عندهم وفاتهم باسكو لي مانيتي اللي في شوفي العالم رشيد عندهم وما فاتوهم. انا مانيش نقول لك انا لا لا رشيد. لا لا رشيد ما فاتوهم رشيد. انا مانيش نقول لك انا هذه 19 عام كنت ضد انه نديروا، مع ذلك ما قدرتش نوقف قد الوالد ضد كنت ضد باش ديري في ديك لاج باسكو بوما سي دو غاسبياج جو نافي با بيزوان. فهمتي باللي غاسبياج حنا باسكو انا اصلا ضد عادات ما تصنعنيش. علاش؟ باسكو في ذاك لاج انت طالعتي على الثقافات اللي والديك ما كانوش يعرفوهم، بغيتي تغيري سنغينا فوار سنغينا فوار بالثقافات الاخرين. ماشي مضطرين اننا نشوف الثقافات الاخرين باش نتغيروا. لو بلوز امبورتون سي كو في تقديري يعني اولا لا لا محمد غير نقول واحد النقطة وقول كيما تبغي. أنا في الهضرة تاعي أنا نفس الشيء. لا على بالي جو لو سي وأنت يا أختي مهبولة. أنايا في الهضرة تاعي في كاع الحلقات اللي قد ديروا في بالكم، أنا جام با من نحكوا على ظاهرة ما نقولوا حنا الجزائريين، قولوا حنا الإنسان، قول احنا الانسان هكي اللي قلا يعيش. نو رانا نحكوا على واش انا عايشين رشيد على الشيطان عايشين باسكو انا كاين اللي مش نحكي على روحي. علاه اون سيزول؟ علاه رشيد على اون سيزول؟ حقنا برك لانه المجتمع تاعنا زيد سمعنا بكلامك الشيء اللي انا عايشين اون سيزول دو كوا. احنا رانا عايشين معليش معليش شهرزاد احنا عايشين على اساس اننا جزيره عايشين وحدنا. شهرزاد خرجوا خرجوا ليترونجي شوفوا باللي العالم مبني على الاختلاف. رشيد كي لا كي رشيد رشيد كي يروح كورونا ان شاء الله نخرجوا لطنجة ان شاء الله. ولكن الان وصلنا لفقرة كلمة وحكمة لكن بعد الجينجل. صح طفيت كل شيء. اليوم واختي لا بون قدام الهضره غير سامحوني بان لكم واحد النقطه حنبوكم ملي حكينا هذه الكلمه والحكمه ايسي باش ما تقطعونيش باسكو باش لي ديما تروح ليش هذا ما كان متوما خوتي محمد شهرزاد معليش لا اختي هذه والله لا اختي والله لا اختي طامبو طامبو في كلمه وحكمه الخطره غادي نولي لمحمد في واحد الحلقه الماضيه قال لي كلمه مقلش قال لي كانت تنقال عندكم في الويست في الفارن وفي الويست كاع قال لي دروك راهي كلمه شائعه في كالجيري هكا محمد صح. وقال لي درنا عليها كلمه وحكمه قلت لها انا نهار واحد اخر ندير لك اليوم غادي نحكي لك على المقلش على المقلش هذه الكلمه اللي دروك راهي في الجيري كاع راهم يقولوا هي كي نحوسوا على لوريجين ما نحوسوش على المقلش نحوسوا على التقلاش. ما معنى التقلاش؟ كي تروحوا لي ريزو سوسيو وانا شفتهم مين يبغوا يشرحوا هذه الكلمه ما له لازم احنا نحبسوا غير عند الخط. يقول لك هذه الكلمه جايه من عنده واحد الباي باي تاع الغرب كان في وهران سموه الباي المقلش. يقول لك عليها وتالمو كان عايش غايه الانسان اللي يكون متهلي في روحه ويفحشش روحه وكل شيء. انا مين نحكي لكم على الكلمه مانيش